في محاولة منها لمساعدة الناجيات الإيزيديات من إرهاب تنظيم داعش والتغلب على المآسي التي عاشوها، فتحت النازحة الإيزيدية أميرة عتو السنجاري مكتبة في مخيم اللاجئين الإيزيديين بإقليم كردستان بعد أن تمكنت من جمع 2400 كتاب وقصة قصيرة. المزيد في سياق التقرير التالي لنتابع. بعد محاولة قوى الظلام المتمثلة بتنظيم داعش الإرهابي وأدى روح المرأة الإيزيدية على إثر هجومها على موطن الإيزيديين سنجار بشمال العراق عام 2014 وأدخل المرأة هناك في حالة من الرق والعبودية، إلا أن فتيل الأمل والحياة لا يزال مشتعلا في روح المرأة الإيزيدية. فها هي النازحة الإيزيدية أميرة عتو السنجاري تحاول من خلال فتحها مكتبة في مخيم للاجئين الإيزيديين في مدينة زاخو بإقليم كردستان إيجاد سلوى تنسي النازحين ما ارتكبه في حقهم تنظيم داعش الإرهابي. هدفي إنه الشباب والبنات يجون يقرؤون هنا ويعني يطلعون من مأساة النزوح وينسون كارثة داعش اللي صار بيهم، انه اكو حالات يعني صار عندهم حاله نفسيه، فراح يجون هنا يقرون ويعني يرتاحون نفسيا بالقراءه، راح يكون الكتاب صديقهم المقرب. وتمكنت أميرة السنجاري بعد جمعها 2400 كتاب وقصة قصيرة من فتح المكتبة في مخيم اللاجئين الشهر الماضي بعد أن زودتها إدارة المخيم بغرفة وطاولات ومقاعد للمكتبة. بدأت يعني أجمع الكتب على مود أفتح مكتبة للطلاب وللأطفال ولكل شخص يحب القراءة. أما هالة السفير وهي نازحة ترتاد مكتبة المخيم، فإنها تجد في المكتبة وسيلة لتحسين لغتها العربية والتعرف على حكايات المعاناة لنظيراتها من ضحايا الإرهاب. كل كم يوم نجي هنا ناخذ كتب ونقرأ الكتب عن المعاناة وأشوف الكتب كلها عن المعاناة اليزيديين، أقرأها وحتى شوية يعني لغتها متصير أحسن، وحتى نقدر نحن همينا نألف الكتب عن قصصنا وعن أشياء اللي صار بينا. الجدير بالذكر أنه راح أكثر من 9000 شخص من الكرد الإيزيديين ضحايا الانتهاكات تنظيم داعش الإرهابي من خلال أعمال إطلاق الرصاص وقطع الرؤوس وإحراق الناس أحياء والخطف، فيما وصفته الأمم المتحدة بحملة إبادة جماعية. هذا فيما لا يزال هناك أكثر من 3000 إيزيديين في عداد المفقودين.